صباحكم الخير. اليوم الأحد 19 حزيران يونيو. اليوم القمر بعده مرافقنا من برج ناري برج القوس، والأجواء جيدة بعد الأبراج النارية. طبعا عم نحكي عن موالي برج القوس، الحمل وأيضا الأسد. كيف رح بتكون أبراجنا اليوم تحت تأثير هالقمر المكتمل اللي رح يكتمل بكرة الظهر؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، الأجواء رائعة، مهمة جدا، من أجمل أيام الشهر، فما عندك أي سبب لحتى أنت تكون متأخر عن غيرك، أو عندك تأخير بمعنى بالعمل أو تقصير، وبالتالي قوي قلبك. 2-4 نيسان أبريل هو الأوفر حظا. منكمل مع برج الثور. بالنسبة لبرج الثور، تأثيرات هالقمر البدر، نوعا ما مولود برج الثور مهموم بسبب بعض الاستحقاقات المالية، أو يمكن امتحانات دراسية، أو عندك مسألة معاملات حابب أنك تنتهي منها. كل هالأمور بتلبك حياته شوي لمولود برج الثور، لكن طمن لك بالك أنه الجو العام كتير جيد وما في لزوم لحتى تعتلهم، فقط تابع أمورك مثل ما لازم. 6-8 أيار مايو الأكثر حظا. ننتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء الأجواء متقلبة بالنسبة لك. صحيح أنت مستعجل، صحيح أنت متنشط، صحيح أنت متحمس، لكن يمكن حماستك تصطدم بعقبة، بشخص، بظرف ما. عندهم أفكار مختلفة، عندهم فكرة أو توجه معين، وبالتالي ضروري يصير في أخذ وعطاء لحتى يمشي الحال. بعد على المشاكل وما تسبب لحالك وجعة رأس. الأكثر تعبا هو 2-3 حزيران يونيو. منكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، أول شيء بده ينتبه لشغله، أول شيء، ثاني شيء بده ينتبه لروتينه، بده ينتبه أيضا لصحته. الأجواء عندك متعبة، مقلقة، بمعنى أنه إذا كنت مهمل لأمورك الصحية أو لشغلك، احتمال أنه تحس ب أول شيء بتأنيب ضميرك بأنبك أول شيء، ثاني شيء احتمال أنك يمكن حدا يوبخك أو يأنبك. الأجواء متعبة ومقلقة، فما تعقد حالك وما تحط حالك تحت ضغوط إضافية. بالرغم من هالشيء بيضلوا الأوفر حظا 21-25 حزيران يونيو. ننتقل لبرج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد، من الأيام الحلوة يلي بتدعمك بشكل كتير كتير كبير، وهيك نهار ما لازم تتركه يمرق مرور الكرام. مولود برج الأسد أنت تعتبر من أكثر الأبراج الربحانية يلي عندها مكاسب معنوية وغير معنوية. 3-4-17-18 آب أغسطس الأوفر حظا. منكمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء احلى شيء بيقدر يعمله، او هذا اللي عم بفكر فيه، انه عطله هالاسبوع يكون قاعد فيها ببيته، ما بده يشوف حدا، او مع اقرب اصدقائه او اقرب الاشخاص له. يعني اليوم بهالويك اند بفضل مولود برج العذراء انه ما يوسع البكار كثير، بفضل يكون مع اصحاب، بفضل يكون مع اشخاص بيعرفهم في مواضيع بيقدر يحكي فيهم بسهوله من دون اي مجاملات. وبعد موالي برج العذراء يمكن يكون في عندهم رغبه بالعودة إلى جذورهم، يطلع على الضيعة، يرجع بلاده، يرتبط، في نوع من حنين إلى الماضي. 9-11 أيلول سبتمبر الأوفر حظا. ننتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان نشيط كتير كتير بهالويك اند، امبارح اليوم وبكره، ما بيتهدى مولود برج الميزان، افكارك ذكيه كتير، حلوه ومقنعه وقويه جدا وبمحلها. مولود برج الميزان تعتبر من الاشخاص اللي قادرين يخلصوا شغلهم قبل بوقت، وقادرين انه يحكوا كتير، وقادرين انه يكونوا فصيحين كتير، وقادرين انه فعلا يحققوا اهدافهم، لكن انتبهوا ما تطلعوا برات الموضوع. الاوفر حظا مواليد 2-10 اكتوبر. منكمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب، مولود برج العقرب اليوم عقله ماشي بشكل تقني، يعني ما عم بفكر بعاطفته، عم بفكر بعقله، عم بفكر بمصلحته. يمكن نلاحظ عليه انه شوي اناني، مش عم يلتفت لهموم الاخرين، مش عم يتعاطف معهم. يمكن معه حق، لانه في عنده قصص وحكايات بده يجرب يخلصها من دون ما يورط حاله بورطات اكبر، خاصة عم نحكي عن امور مالية. مواليد اكتوبر بتضل الاوفر حظا. ننتقل لبرج القوس. بالنسبه لبرج القوس، القمر ببرجك، لذلك عندك ضوء
أخضر عفوا بارح اليوم وبكرة. هالضوء الأخضر بيعطي لمولود برج القوس القدرة والكفاءة الكاملة، وما عندك أي عذر لحتى ما يكون في لك خطوة وقرار الى الامام. القمر ببرشك فول مون، هذا معناتها لازم تتحرك، وعلى الارجح بتسمع جواب يمكن يكون على ذوقك. 16 17 ديسمبر الاوفر حظا. بنكمل مع برج الشادي. مولود برج الشادي امبارح اليوم وبكره من اضعف ايام الشهر، اقلها حظا ويلي معقول تورطك. بعد عن المشاكل، ما تجازف، بعد عن الاماكن الصعبه المعقده الملبكه، وايضا انتبه لاوضاعك الصحيه، انتبه من تاخير، انتبه من بعض المحتالين. بتضل المواليد الاقل حظا مواليد كانون الثاني يناير. بننتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو مهضوم كثير هالفتره، منفتح على الناس، انسان كثير يتعاطف مع محيطه، مع قضايا المجتمع بغض النظر عن عمره. مولود برج الدلو هيدا نهار يبرز افضل الصفات الانسانيه يلي عندك اياها. الانشط والاوفر حظا 26 ل 31 كانون الثاني يناير. بننتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت في مسألة بدك تركز عليها، في مسألة لازم تتم مثل ما لازم يعني على البكلة بأفضل طريقة ممكنة، أنت تحت الأضواء لسبب أو لآخر، يمكن مطلوب منك مسألة عائلية، يمكن مطلوب منك اهتمام بمسألة مهنية أو فيها تكون اجتماعية، المهم نهار متعب، في بعض القلق، في بعض التوتر، وبعتبره من الأيام المزعجة بهيدا الشهر، الأقل حظا 2-3 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم اهتمامات، ارتباطات، علاقات، فك ارتباطات، فك علاقات، ويمكن عند مولود برج مولود اليوم يلي هو ينتمي لمواليد برج الجوزاء يمكن يكون في عنده محاسبه عاطفيه، فضروري تفكر كثير منيح قبل ما تاخذ قرار نهائي. اكتوبر، شباط، فبراير، حزيران، يونيو افضل اشهر. الى اللقاء بكره، ابراج جديده، باي باي.